معكم مولاي الحسن السويدي، نائب السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش ورئيس اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف. عقدت اللجنة الجهوية المتكفلة بمناهضة العنف ضد النساء جمعها العام في دورته الثانية، وذلك بقصد رصد الحالات العنف ضد النساء جهويا، أي على مستوى الدائرة القضائية التابعة لمراكش، حيث حضر لهذا الاجتماع السلطة القضائية وجمعيات المجتمع المدني، كما حضرها ممثل مصالح الإدارية التابعة للحكومة، وهي مناسبة تدارس فيها الكل عروض تهتم بمجموعة من الأنشطة ومجموعة من التدابير المتخذة من قبل جمعيات المجتمع المدني، وأيضا بالنسبة للجنة الجهوية في إطار تنسيق الجهود وتضافر الإمكانيات. هذا الاجتماع أيضا كان مناسبة لطرح مجموعة من المعيقات والملاحظات وأيضا التوصيات المقترحة من طرف جميع المتدخلين في هذا المجال. وحقا أن هذا اللقاء كان ناجحا بامتياز، على اعتبار أنها تجربة جهوية يمكن اعتبارها أيضا على أنها الرائدة على المستوى الوطني، بحضور جميع أعضائها بالنقاشات العميقة وطرح مجموعة من الحلول العملية، بل إيجاد خطة عملية بعيدة عن أي تصورات يعني نظرية، بل أن السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش كان طرح خطة في بداية النقاش، خطة عملية بناء على تجربته في مدينة العيون، وبناء على استشرافه للتوجهات الرئيسية لرئاسة النيابة العامة في مناشرها الموجهة في هذا الميدان إلى جميع السادة الوكلاء العامين لدى المملكة المغربية. وشكرا. زهرة نسيم صباح، عضوة مجلس هيئة المحامين بمراكش وعضوة المكتب التنفيذي لجمعية النخيل بمراكش. لقاء اليوم يأتي في برنامج الاجتماع العام في دورته الثانية للجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف. موضوع لقاء اليوم هو أي آلية لتفعيل دور اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف في ظل قانون 1303. حقيقة تفاءلت خيرا اليوم وأنا أستمع إلى السيد الوكيل العام من خلال كلمته الافتتاحية ومن خلال مداخلته أيضا، استفألت خيرا كما قلت، لأن اتضح جليا بأنه عنده إرادة قوية من أجل تفعيل هذه أشغال اللجنة الجهوية من خلال حضوره الشخصي أولا، ومن خلال كلماته ومن خلال تعهده بالتفقد وبمتابعة أشغال اللجنة بصفة شخصية مع الفاعلين في اللجنة مما فيهم المجتمع المدني وكل الإطارات الفاعلة في هذه اللجنة. وكما جاء في تدخلي، المجتمع المدني استبشر خيرا حين صدر قانون 1303. قلنا بأنه صدر قانون لمناهضة العنف ضد النساء، لكن للأسف لم يكن قانونا يرقى إلى تطلعات المجتمع المدني. أنا كمحامية مهنية وكفاعلة جمعوية تنشو بأنه قانون تضمن 17 فصل، تضمن بعض الفصول جمعت من قانون مسطرة الجنائية وقانون الجنائي، ليس بالقانون الذي كان يتطلع له المجتمع المدني. ولكن لنكون متفائلين، على الأقل لدينا أرضية للنقاش، لدينا أرضية لتجريم أي ممارسة وأي عنف ضد النساء.
لقاء اليوم كما قال السيد وكيل العام كان لقاء ليس أكاديميا وليس كما جاء في كلماته بالحرف، ليس لقاء لنبكي على النساء ضحايا العنف، ولكن لتفعيل آليات ناجعة وفاعلة من أجل تفعيل نشاط وعمل اللجنة الجهوية لمناهضة العنف ضد النساء. هذا بصفة عامة ما جاء في اللقاء اليوم، وكانت مداخلات المجتمع المدني والجمعيات الحاضرة وكذا وكلاء الملك ولا جميع الحضور لا في القاعة ولا في المداخلات ديالهم تصبوا إلى هذا المنحى، إيجاد والتفكير بصفة جماعية وبشكل جماعي من أجل إيجاد حلول ولتفعيل قانون 1303، لأنه كما قلت في مداخلتي قبل قليل قانون جاء ناقصا، جاءت به مجموعة ثغرات، قانون لا يرقى إلى ما كنا نصب إليه. وتنتمنى إن شاء الله هذا العمل ديال اللجنة يصبوا في هذا المجال، وأننا نضفر الجهود كل من موقعه، وهي مسؤولية ديالنا جميعا من أجل مناهضة العنف ضد النساء. شكرا لكم.